أحدهم قال لي أنني كان عندي في البيت كتاب للشيخ محمد وهاب، فدخل علي شيخ من شيوخ الصوفية كبير في السن ورأى الكتاب في يدي أو في مكتبتي أو في غرفتي التي جلس فيها، فأخذه ورماه بشدة ونهرني. قال كيف تقرأ هذا الكتاب؟ كيف تأتي بهذا الكتاب؟ يقول أنا كنت قرأت الكتاب كله أكثر من مرة، ما وجدت فيه إلا آيات وأحاديث، وقلت في نفسي إن كان هناك خطأ فالخطأ في الآية والحديث، لأنه ليس فيه إلا آيات وأحاديث، فكيف يتجرأ هذا الرجل ويرمي بهذه الطريقة وهو ليس فيه إلا آيات وأحاديث؟ قال لي محدثي، فأخذته من الأرض بهدوء ووضعته في يدي هذا الشيخ، وقلت له أنا طالب صغير ما أفهم، فاقرأ الكتاب الآن وحدد لي الأخطاء المعينة حتى أكون منه على حذر. يقول فمسك الكتاب من جلدته، وأخذ محدثي كتابا بيده يريني ماذا فعل. يقول فمسكه من جلدتي فبدأ يقلب صفحة صفحة حتى وصل إلى الجلدة الأخيرة وقال يا بني المسألة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت. يقول فعرفت أنه ما عنده شيء، فازدادت عنايتي بهذا الكتاب وبكتب هذا الإمام، فما عندهم إلا تهويش. وإلا رجل ينصح للأمة هذا النصح في هذا المقام العظيم الذي نعلم من السنة أن كل مسلم يسأل عن قبره، طيب إذا حذر هؤلاء من هذا الكتاب لماذا لا يضعون أيضا كتابا في الأصول الثلاثة التي جاءت بها السنة ينصحون للناس؟ أما يحذرون الناس من الخير ولا يعلمونهم الحق، بل يصل بالحال بعضهم يعلمونهم الباطل والضلال، يحرمونهم من الخير والسنة ويمنعونهم من الحق، فهذا يعني غاية في العجب.